حكيت انا نتاسف على الشيء اللي صرا البارح، باسكو صح كانت مرحله ما عندهاش بزاف، عندها واحد عام. اليوم انا تفاجات صافي دو جوغ دو سا، عندها يومين وانا قاعده في امان الله، التليفون يسوني في كل دقيقه، لونتوراج لا فامي الجيران الحومه الناس ما نعرفهمش، الفيسبوك فريمون يطلع في لحظات يطلعوا دي سونتين دو كومونتير، كل حال بارك الله فيهم الناس اللي دعت بالشفاء ويعطيهم الصحة. لكن الشيء اللي فريمون حيرني لو بلوس، شكون هذا السؤال المطروح، شكون اللي عمل فيديو وتوتا مونتاج، يعني دار تركيبك وش نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله، نسيتي حاجه فريمون صعيبه 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 بزاف بالنسبه ليا، حسبي الله ونعم الوكيل. المشكل هنايا اللي يعني كما يقول لك هنا بيت القصيد، انايا الشيء اللي شفته باسكو شفت بزاف لي بارتاج، ما عنديش راس الخيط، انا ما عرفتش شكون اللي سرت هذا الفيديو، ماشي من الانتوراج نتاعي ولا الناس اللي تعرفني، هذا ما يعرفنيش سير ولا هادي ولا ما على باليش. ما لقيناش باسكو لقينا بوكو بلوس لي بارتاج، والناس اللي تصلنا بهم هادو اللي داروا لي بارتاج قال لك حنايا ودي بارطاجاوها لنا. الحمد لله سي فري كو بون السنه الماضيه كانت ظروف صعبه ايتو، لكن ماشي لهذه الدرجه، ماشي لهذه الدرجه، والحمد لله. يعني اليوم بعد عمليات قمت بها، اليوم الحمد لله راني واقفه على رجليا في صحه، كما يقول لك راني مع ليديتاسيون تو فاكيا، والحمد لله الحمد لله. يجي النهار اللي خلصوها غاليه في هذا، باسكو حاجه ماشي تاع ضحك وماشي ماشي ماهيش كبيره كاشي، وماهيش حاجه اللي راهي تهول الناس، راهي تخلع الناس. حرام عليكم حرام عليكم، وربي يهديكم، باسكو هذا الشيء اللي راكو ديروا فيه بون دي با سيرفيس ان ارتيست. والله كيما يقول لك مو جو سوي باتي ديسيبليني، انا كونفينمون نخرج هكذا سويعه، نروح نقضي ساعات بعيدة عن الناس، حاوس ديفا نخرج بكري ولا ديفا نخلي حتى نكملوا كامل، نروح نشري حاجة خفيفة ونعاود نولي للدار، نقعد في الدار كيما يقول لك كونفينمون توتال، وربي يرفع علينا هذا البلاء كيما يقول واحد، إن شاء الله هذه كيما يقول لك صحابة وتفوت. ويعطيكم الصحة أنتم وتحياتي للجمهور، ورمضان كريم كل عام وأنتم بخير.